قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا بفكري، أنا بتخطيطي، أنا بقدرتي، أنا بدرايتي، أنا سويت هذا الشيء، مو الله، أنا. هذا منطق. في مقابل هذا المنطق، لاحظوا منطق المؤمن يوسف صلوات الله وسلامه عليه، عندما وصل إلى ذلك العرش العظيم، هو ذلك العرش اللي غر الملوك وغر فرعون. فرعون شنو كان كلامه؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هو هذا الملك اللي غر فرعون وغر الآخرين. يوسف صلوات الله وسلامه عليه عندما وصل إلى هذا الحكم، يقف أمام الله أو يناجي الله، ربي قد آتيتني من الملك. لاحظوا التواضع، هذا مو تواضع، هاي حقيقة يحسها الإنسان المؤمن. رب قد آتيتني من الملك، أنت آتيتني، أنت أعطيتني، أنا ما عندي شيء. ومن الملك، من كما يقول علماء العربية للتبعيض، آتيتني بعض الملك، ملك مصر، ملك محدود، ملك متواضع. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يمكن أن تكون هذه الكلمة الثانية إشارة إلى أنه أعطيتني الملك وأعطيتني طريق إلى الملك، لأن يوسف شلون صار ملك؟ يوسف كان سجين، كان مسجون، كان معتقل، شلون انتقل من السجن إلى الملك؟ عبر تعبير الأحلام. وعلمتني من تأويل الأحاديث، أعطيتني الملك وأعطيتني الطريق إلى هذا الملك. إذن الإنسان المؤمن هذا منطقه، أن كل ما عندنا، كل ما نملك، هذا في الواقع عطاء الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله.